اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الان بتبدا اولى فقراتنا النهارده، فقرتنا الرئيسيه اللي نتعرف من خلالها على رؤى وسياسات وتصورات مجلس اداره النادي الاهلي للمرحله المقبله، اهم العقبات اللي بتواجه العمل وكيفيه تيسير او تذليل هذه العقبات والتغلب عليها، ايضا افكار مجلس الاداره اللي اجتمع على ضرورة تحقيقها في الفترة الجاية كجزء لا يتجزأ من قضية تطوير النادي الأهلي والنهوض بشؤونه على كافة المستويات، وهو ما أكده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة قائمة الكابتن محمود الخطيب خلال مرحلة الحملة الانتخابية وقبل الفوز في هذه الانتخابات. اسمحوا لي في بداية هذا الحوار أن أرحب بضيفنا اللي بنسعد بوجوده معنا النهاردة في الاستوديو على شاشة قناة الأهلي، الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. مساء الخير يا أستاذ طارق. مساء النور. سعداء جدا بوجود حضرتك معنا لأول مرة. وأنا سعيد بظهوري على قناة النادي الأهلي وبسعد طبعا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه دايما كده. عندنا أسئلة كتير هنرهق حضرتك بالتساؤلات النهاردة. جمهور النادي وجمهور القناة حابب يعرف منك الكثير والكثير عن الفترة القادمة، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، شخصية نشأت وتربت بين جدران هذا الكيان العظيم، صاحب أصول أهلاوية حتى النخاع، عائلته معروفة من الكل في أوساط قلعة الجزيرة، فهو شقيق المستشار أسامة قنديل أحد أبرز أسماء الأهلي وعضو لجنة الحكماء. عاش طارق قنديل حياته كلها داخل الأهلي، لم يبعده سوى السفر ورحلات العمل عن الظهور بالمقر الرئيس في الجزيرة أو فرعي الجزيرة ومدينة نصر. تولى طارق قنديل عضو لجنة تنمية الموارد من عام 2002 إلى عام 2009. كان أحد أبرز أنشط أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بالقاهرة عام 2006. يشغل مدير فروع ورئيس قطاع المؤسسات الاستراتيجية بأحد البنوك الكبرى ورئيس مجلس إدارة كبرى شركات تداول الأوراق المالية، عضو صندوق التأمين الاجتماعي بأحد البنوك الكبرى، لديه خبرة تتخطى حاجز 31 عاما بالقطاع المصرفي. طارق قنديل جاء انتخابه كعضو لمجلس إدارة الأهلي فهو شيء طبيعي، كونه قريبا من دائرة صناع القرار، خاصة في مجلس الكابتن حسن حمدي ومعه الكابتن محمود الخطيب. طارق قنديل يتحدث للمرة الأولى بعد انتخابه حصريا على قناة الأهلي في ضيافة الأهلي الليلة. متى بدأت علاقة الأستاذ طارق قنديل بالنادي الأهلي وتعرف على النادي الأهلي من الداخل لأول مرة؟ بدأت علاقتي بالفطرة، يعني ما زي ما بنقعد كده نقول كدارجين، يعني الفطرة بتاعتنا كلنا أهلاوية. فبدأت علاقة طبعا الوالد عليه رحمة الله كان أهلاوي جامد جدا، فمن واحنا صغيرين كلنا كنا نبقى متواجدين في الماتشات وفي النادي. الأسرة برضو أهلاوية كلنا الحمد لله بلا استثناء. هل تاريخ العضوية والانتماء والارتباط بالنادي بيرجع لفترة طويلة؟ عضويتي في النادي أكتر من 24 سنة تقريبا، عضويتي المفصل لوحدي في النادي أكتر من 24 سنة. إيه أكتر الحاجات اللي دايما حضرتك ما بتنساهاش عن النادي الأهلي وحضرتك بتتعامل معاه كجزء من الكيان الكبير ده كعضو من الأعضاء المحبين للنادي، الحاجات اللي دايما تفتكرها لما تفكر في النادي الأهلي؟ بفكر في النادي الأهلي جزء من تاريخ مصر. الجزء الجميل اللي هو بيشكل وجدان الشعب المصري. تاريخ النادي الأهلي هو اللي بيجذب أي حد عنده الحمد لله النزعة الوطنية للنادي الأهلي نفسه. النادي الأهلي طول عمره الواحد بيفكر فيه مش مجرد كيان فريق كرة بس، لا هو كيان كبير قوي رياضي ووطني واجتماعي، هو جزء كبير شكل وجدان الشعب المصري، فهو ده دايما رؤية الواحد للنادي الأهلي. بتشوفه دايما كرمز من أبرز الرموز المصرية. طبعا 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 تاريخه 1907 ولما حضرتك ترجع لورا من أيام النشأة بتاعته نفسها، هو نادي الوطنية، زي النادي ده اتكون في فترة إنجليز، زي النادي ده
كان هو اللي بيجابي حاجات كتيرة قوي، واجه حاجات كتيرة قوي في ظل احتلال الانجليزي في مصر، اتشكل هو جزء من وجدان الشعب المصري. ولو رجعت حاجة حتى في الاحداث الاجتماعية والاحداث الوطنية ورموزنا في الفن وغيره والكلام ده، هتلاقي كان دايما ليهم معبر تواجد في النادي الاهلي وارتباط بالنادي الاهلي بشكل طبعا اذا قلت قيم سياسية او قيمة سياسية زي زعيم سعد زغلول او زعيم مصطفى كامل او القامات الاقتصادية الكبيرة فؤاد باشا سراج الدين فكري بيه، حاجات كتير قوي، قيم قامات كثيرة على مدار تاريخنا الوطني كانوا ليهم علاقة بالنادي الاهلي. في الفن كل ما تفتكر ان دايما، يعني اتذكر مرة كان الاستاذ محمد وجدي الحكيم الله يرحمه اللي كان رئيس الاذاعة المصرية طبعا، يعني مرة اهداني السديل اللي هو متعلق بحفلة ام كلثوم في النادي الاهلي لاهداها في الملك وقتها وسامي الكامل. فالنادي الاهلي هو جزء من وجدان الشعب المصري ومن مراحل متسلسله للتاريخ المصري. بالظبط. استاذ طارق، التغير من عضو من اعضاء النادي من احد اعضاء الجمعيه العموميه الى الحديث عن وجودك داخل الكيان الذي يتولى اداره ومسؤوليه اداره شؤون النادي، الخطوه دي والانتقال الى التفكير في خوض الانتخابات كواحد من قائمه الكابتن الخطيب، المرحله دي كيف حدثت؟ يعني كان اختيار كابتن خطيب ليا في القائمه، اشتغلنا كمجموعه واحده كلنا ووفقنا ربنا ان احنا انضمنا لمجلس الاداره ونجحنا، اللي هو كان ابتداء تاريخ وجودنا في المجلس من 1 ديسمبر 2017. الفتره دي كلها هو اللي هي تحولك من عضو في النادي، عضو عام اللي هي موجوده برضو، الى عضو مجلس اداره. اللي بيجمع الحاجتين في الواحد حاليا، انا بالاضافه للحاجه الرئيسيه ان الواحد عضو عامل، عضو مجلس اداره واهلاوي. واحنا كلنا المجلس الحمد لله كده، يعني بنجمع عندنا المشكلتين، يعني مش مشكلتين انما يعني اللي هو الفليفر او الحاجتين، اللي هو انا اهلاوي وعضو مجلس اداره النادي الاهلي. طيب المسؤوليه اختلفت تماما بعد تولي المسؤوليه كاحد اعضاء مجلس الاداره ونجاح القائمه كامله بقياده كابتن محمود الخطيب، هذا النجاح الكاسح اللي كان في الانتخابات الاخيره لمجلس الاداره، القى مسؤوليات كثيره جدا على المجموعه اللي بتدير هذه المرحله، ابرز عناوين هذه المسؤوليات. طبعا هو كأي مسؤولية وخصوصا مسؤولية جوه النادي الأهلي، ودي مسؤولية ضخمة، لأن أنت مش بتتكلم على أعضاء جمعية عمومية للنادي بس، أعضاء جمعية للنادي وجماهير منتشرة ملايين في العالم العربي كله، فمسؤولية مضاعفة أن أنت إزاي نواجه أن احنا التحديات كلها بتاعتنا عشان نحقق طموحات أعضاء جمعية عمومية وطموحات أعضاء جماهير النادي الأهلي. إنما الأبرز ان هو عضوية مجلس إدارة الاهلي بتحملك تبعات اضافيه، ان ممكن يكون ليها قيود اضافيه في في نواحي حياتك كلها، لان بيبقى في التزام تاني ناحيه النادي الاهلي بجماهيره العريضه واعضائه وكل حاجه، للرموز تحديدا اللي بتمثل طبعًا النادي طبعًا. شخصيات عامه هي اللي بتدير النادي ده بيلقي عليها مسؤوليات اكبر طبعا، من ضوابط وقيود. الحمد لله من الاول كلنا منضبطين، بس اللي هي الضوابط والقيود اللي متعلقه بقى، انا مش مشجع مش عضو في النادي، ليا مش بمثل نفسي فقط، بالظبط، لا امثل النادي الاهلي، فاي كلمه بتطلع منك او اي تصريح او اي حوار اصلا مع حتى جوه داخل النادي له قيود معينه، ملتزما بادبيات النادي الاهلي يعني ومبادئه طبعا. طيب استاذ طارق، الكل بيتساءل، كان مفترض شهور بشكل دوري تجري 7 اجتماعات او تجرى 7 اجتماعات تنعقد لمجلس الاداره، اجريته اكثر من 17 جلسه لمجلس الاداره حتى الان، وتراوحت اعداد ساعات الجلسه الواحده وصلت ل 6 و8 ساعات احيانا، لماذا كل هذا الجهد مع انطلاقه مجلس الاداره الحالي، وما ابرز الامور اللي بداتوا تشتغلوا عليها فور تولي المسؤوليه؟ واعداد الجلسات اللي انعقد فعلا هي كان 17 اجتماع ب10 جلسات اللي هو رسمي او اللي هو جلسه مستمره احيانا وبتستمر ف17 او بساعات طويله. ده طبعا لحجم الاعمال اللي مطلوبه في النادي الاهلي، والحاجه الثانيه اللي هو الاتفاق اللي اتفقناه بقياده الكابتن محمود خطيب من اول جلسه، ان المفترض ال4 سنين دول ان شاء الله على طول من اول دقيقه في جزء من في حاجه يعني استمراريه للعمل الدؤوب داخل النادي الاهلي. للآتي، لأن في تحديات كتيرة جدا موجودة سواء إنشائية أو خدمية أو ملفات رياضية، والحاجة التانية أنت المفروض إن احنا جايين نرضي طموحات أعضاء وجماهير النادي الأهلي، فجزء كبير طبعا كان لازم بيتلوها اجتماعات مستمرة لحاجات كتيرة متعلقة بأخذ قرارات أو ملفات الأنشطة الرياضية والخدمية
فهو ده المفترض. المطبخ العمل اللي شغال على طول في النادي والمكتب التنفيذي على فكره كمان، مكتب التنفيذي انعقد حوالي 24 او 25 بلا مستمر، 24 مره اجتماع مكتب تنفيذي. يعني قلما ما تلاقي في ظرف فتره قصيره، احنا بقى لنا حوالي 8 شهور تقريبا يعني، كم اجتماعات اللجان، لجان تفعيل للجان بطريقه غير طبيعيه. يعني هي لجنه عليا موجوده جوه النادي وتحتها في حوالي 11 لجنه، لجان شغاله على طول، في 8 لجان وفي لجان اخرى اللي هي مش تبع مش تحت اللجنه العليا، لكن في لجان سواء تطوير التكنولوجي او غيره. يعني في تفعيل جامد جدا لدور اللجان دي من ابناء النادي الاهلي شغالين، سواء لجنه الشباب والمراه والقدرات الخاصه والمسؤوليه الاجتماعيه، واستحدثنا لجان منهم استحدثت في المجلس ده. فهتلاقي حقيقة النادي كله على بعضه في خليه عمل شغاله باستمرار. في المدير التنفيذي، الاداره التنفيذيه شغال على اكمل وجه. يمكن امبارح انا كنت زي تواجدنا ده، احنا ما لناش مكتب في النادي، احنا بنقعد نشتغل في مكاتب جوه النادي، لكن ما فيش مكتب لعضو مجلس الاداره. يعني بنشتغل في اوضه مجلس، اشتغلوا في مقر الادارات المختلفه في النادي، او في اوضه مجلس الاداره، ومتواجدين جزء كبير في مكتب المدير التنفيذي العميد محمد مرجان. لدرجه انا بصيت حتى لقيت ولاده جايين يزوروه ما بيشوفوش يعني. لان حجم العمل متطلب انه يبقى متواجد في النادي طول الوقت، اداره تنفيذيه، لجان، كل الناس شغاله. بس ما يميز النادي الاهلي برضو على مدار عصوره ان في حاجات بتطلع، وفي حاجات يعني قريب كان في الاحتفاليه الجميله اللي اتعملت اللي عملها المجلس الاداره بقياده كابتن محمود خطيب، اللي جمعت كل الفرق الرياضيه، ودي لاول مره تجمع كله مع بعض بما فيها فريق كره القدم بالظبط. كل ده مثلا مجهود مضني اتعمل في ليله او يعني في 3 ليالي عشان تقدر تخلص الكلام ده، مجهود الاداره التنفيذيه والترتيبات الفنيه فحاجات كتير. طيب لسه برضه من يومين اعتقد اللي بيتابع قبل ما حضرتك طبعا هتقول لنا تفاصيل كتير قوي عن سياسات وشغل مجلس الاداره، واحنا بنستعرض كمان لقطات كتيره من جلسات العمل ومن التحركات في المقر المختلفه وفي افرع النادي سواء الجزيره او الشيخ زايد او مدينه نصر، وتحركات الكابتن الخطيب واعضاء المجلس وزياراتهم الميدانيه وحواراتهم حتى مع الاجهزه التنفيذيه والمدراء التنفيذيين او مع اعضاء الجمعيه العموميه للوصول الى افضل نتائج ممكنه. بس اعتقد اللي بيتابع حضرتك دلوقتي بيسأل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة الحالي بكل ما يمثله من تاريخ وحجم نجاح وجماهيرية ونجومية، تعاملك معاه داخل مجلس الإدارة، هل وجدت من خلاله أنه رئيس مجلس إدارة ديمقراطي بيستمع لكل الآراء وحريص على الاستفادة بكل الخبرات والكوادر حتى الشابة داخل المجلس، أم رئيس مجلس إدارة ديكتاتور؟ لا يعني هو بالعكس، هو اللي بيحصل حتى يعني في 3 ساعات المجلس في معظم الأحيان بتبقى طويلة يعني. فانت من التركيز اللي موجود من الجميع ان هو صعب قوي ان خلال الجلسه تسرح شويه، يعني تخرج بره مود الجلسات شويه. حته ديمقراطيه كابتن محمود الخطيب، لا في مشكله، انا كابتن محمود الخطيب بيبقى عنده مشكله لو في حد ما قالش رايه، يعني لما يكون في قرار معين لا بيصر يسمع كل الاراء طبعا، وفي المناقشات كلها. يعني للامانه كابتن محمود اداري ناجح جدا يعني على الترابيزه ما شاء الله، كلنا كل واحد بيقول اللي هو عايزه، حتى الكوادر الجديده على المجلس. استاذ طارق قنديل من الكوادر اللي دخلت لاول مره، في شباب دخل لاول مره، انا ما حسيتش بغربه ما دخلت مجلس اداره النادي الاهلي لحاجتين. انا شغل الاحترافي اصلا اللي هو الشغل المصرفي، انا في مؤسسه فيها عمل مؤسسي الحمد لله من اكبر المؤسسات في الشرق الاوسط، فيها عمل مؤسسي جامد جدا. نفس العمل المؤسسي ده موجود عندنا في النادي الاهلي وبيقوده كابتن محمود الخطيب، ما حسيتش غربه في السيستم كده عن كده في اداره الجلسات او في علاقتها ومقارنتها بالعمل بعملك خالص. في حاجه طبعا طرائف بتحصل في يعني، انا فاكر كان عندنا كنا في ليله راس السنه والاجتماع طول فتره كبيره، وكان يوم 31/12، واكيد كل واحد عنده ارتباطاته الاسريه او مع اصدقائه يعني، عنده في ملفات كتيره قوي وشغالين فيها، والمجلس قاعد شغال ومنعقد. وقتها انا اتذكر ان انا طلبت، قلت اعزم زمايلي على العشاء يعني، فطلبت عشاء من بره النادي. ففوجئت وقت ما الكابتن الخطيب عرف ان في عشاء جاي من بره النادي، قال لا بره النادي لا، واحنا قاعدين هنا جوه النادي بناكل المطاعم زي الاعضاء اللي موجوده، المنافذ الموجوده جوه النادي الاهلي. ف
في الكلام ده ما بيضايقنيش، بالعكس يعني اللي هو الجزء الانضباطي والمؤسسي في تعاملاتي، انه حريص حتى على صوره المجلس انه ما يقولش خطا ان المجلس بيتعامل او بينفق بشكل مبالغ فيه. لا مش انفاق، هو ده احنا بنجيب اكل عسل يعني، احنا واحنا قاعدين مفهوم انه حتى دي فكره ان انا ما اخدش خدمه مختلفه عن خدمه عضو بناكل. والحمد لله حتى بمناسبه المنافذ الموجوده جوه النادي من ضمن الملفات يعني زي ما بقول لحضرتك احنا اشتغلنا ملفات كتيره قوي في الملف الانشائي والانشائي، في الملف الخدمي، في الملف الرياضي، في الملف المالي والتسويق. ده اللي هنوصل له حالا يا استاذ طارق، بس بقى سؤال واحد متعلق بتخصص وخبرات في عمله الخاص كل واحد من اعضاء مجلس الاداره. كابتن الخطيب خلال الحمله الانتخابيه قدم القائمه كلها في احد اللقاءات كان في الشيخ زايد، وقال اسباب والكرايتيريا او معايير اختيار كل عضو من اعضاء القائمه دي. هل شفت التنوع ده وحضرتك شفته وعلى قناعه ان هذا التنوع يسمح لكم دلوقتي بتوزيع الاختصاصات اللي المجلس بيعمله، انه بيدي كل شخص من اعضاء المجلس الملف اللي اقرب لعمله واللي يقدر يشرف عليه؟ هل دي ميزه موجوده في النادي الاهلي حاليا، فكره توزيع الادوار والتخصص في كل مجال؟ هو حاجه احنا منبثقا مجلس اداره او اللي قرر تشكيلها مجلس اداره واحنا متواجدين فيها كاعضاء المجلس، هتلاقي كده، هتلاقي ان سواء في تخصصاتنا او خبراتنا كل واحد بيتم الاستفاده منه. يعني حضرتك بتتكلم على الحداثه في المجلس، يعني مثلا الاستاذ محمد الجارحي والاستاذ محمد ضماطي المفروض من الحداث برضو في المجلس، يعني حضرتك وكل ليهم اول ما انعقدنا يمكن كان تالت جلسه او حاجه تنظيم 4 بطولات افريقيه في مصر والحمد لله ونجحت على اكمل وجه. فاقصد ان الاستفاده من جميع اعضاء كل الكوادر الموجوده في المجلس موجود ماشيه بافضل شكل ممكن. موجود وبافضل شكل مع الالتزام بص حضرتك اللي هو متفقين عليه بقياده الكابتن محمود خطيب من اول لحظه. زي اي اوضه حضرتك لما تشوف الكلام ده هتلاقيه على طول، هو زي الكتاب ما بيقول في علوم الاداره في اي مؤسسه ناجحه اداريا بنختلف جوه المجلس وارد جدا وعادي جدا، وده صحي لصالح النادي على ان يخرج قرار واحد يمثل خرج ده من المجلس اللي اصلا اللي كان معترض على قرار معين هو بيتبنى القرار اللي اتاخد اكتر من زميله. فهي دي الادبيات احنا متفقين عليها، حتى لو كانت قناعته الشخصيه داخل المناقشه بشان القرار ده مختلفه، لكن بالزبط. بيرتضي القرار ويصبح جزء من الجهه اللي يعني بتساند هذا القرار. بالظبط، وده دايما اللي بيميز النادي الاهلي، ان دايما يقال ان زي كل المؤسسات اكيد عنده مشكلات واكيد عنده خلافات ولكنها غير معلنه داخل دايما الغرف المغلقه لمناقشتها اللي هو الطبيعي في اي مكان، ده المفترض اي مكان ناجح المفترض في اختلاف، ده صحي وموجود ولازم يكون في اختلاف طبعا أكيد. لكن في النهايه الرؤيه واحده. طيب. وان احنا متفقين في النهايه هو من اول يوم النادي الاهلي قدام عينينا، يعني ده التركيز الاكبر يعني الحفاظ على هذا الكيان والارتقاء بيه. بالظبط. طيب الامور اللي حضرتك قلت بداتوا تشتغلوا عليها في هذه الجلسات اللي وصلت ل 10 جلسات امتدت ل 17 اجتماع، هنتكلم عن عدد من الملفات كان منها الهيكله الاداريه والماليه بافضل شكل ممكن، يحافظ على موارد النادي ويطور هذه الادارات، اشتغلتوا على ده ازاي يا استاذ طارق؟ بص حضرتك يعني عندك المحور المالي والاستثماري وفي الجزء الخاص بملف الانشاءات وفي الجزء الخاص بالجزء التسويقي وفي حضرتك الجزء الخدمي والنشاط الرياضي، سواء النشاط الرياضي او كره القدم اللي هو الملف الرياضي كله. كل الحاجات دي تم العمل عليها وبطريقه الحمد لله محترفه داخل النادي الاهلي. انا حاكي لو اتكلمنا على الجزء المتعلق بالمحور المالي والاستثماري، احنا بدأنا بأكبر عقدين حصلوا في تاريخ الرياضة المصرية، عقد الرعاية وعقد البث. عقد الرعاية اللي كان وصل ل 500 مليون وعقد البث اللي وصل ل 400 مليون. عقد الرعاية في تنوع، في حاجات جديدة حصلت فيه وفي حقوق مش موجودة برضه إن شاء الله قريب هتطرح، يعني مش عايز أتطرق ليها دوس لأن الأهلي ليه حقوق تانية بيبدأ طرحها. عقد البث برضه الحمد لله رقم الرقم وصلنا 400 مليون، واشهد برضه لان انا حضرت الاجزاء كبيره من لان لو تفتكر الرعايه خدت اشد وجذب ومزايدات، وكان دور كابتن محمود الخطيب غير طبيعي وما حدش يعني ما بنخرجش نقول كده، بس هو ده اللي حصل وقتها يعني في المفاوضات ان احنا نوصل للارقام في ظل فترات قياسيه صغيره لان في حاجات خدت شد وجذب كتير. اهم ما يميز النادي الاهلي في الاجزاء دي كمان هو انت عندك شراكه بتحترم اسم النادي الاهلي، يعني حضرتك المعسكر بتاع النادي الاهلي بتاع فريق الكوره
اتعمل وده كلف حوالي 300 او 350 الف يورو من شركه الرعايه قبل ما يتم توقيع عقد الرعايه. يعني عقد الرعايه لسه بشكل في ثقه في الكيان اللي بيتعاملوا معاه اسم النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي. الحاجات المتعلقه بالحقوق نفسها مع الاطراف الاخرى لا فيها احترام لاسم النادي الاهلي، وفي نفس الوقت بيتم باستمرار ان انت بتنوع مصادر دخلك فيها ايه. ده بقى تحدي كبير جدا بيواجه المؤسسات الكبيره زي النادي الاهلي يا استاذ طارق. طبعا طبعا طبعا، وشراكه استراتيجيه المفروض انت يعني دي هتخليني اتناول حته الجزء المتعلق بالتسويق جوه النادي الاهلي. يعني مجلس اداره استعان بالدكتور سعد شلبي، هو احد القامات التسويقيه في العالم العربي يعني يشهد له. ودكتور سعد تم اعاده هيكله اداره التسويق جوه النادي. اداره التسويق عليها مفهوم تاني مختلف، جه مدير متمرس له خبره في كبرى الشركات في المجال ده. الاجزاء دي مهمه جدا لان هي بتضمن حقوقك العقود نفسها. تعظيم العقود والموارد تعظيم العقود وفي نفس الوقت تنفيذ العقود ومتابعتها، ان العقود تضمن حقوق النادي الاهلي وتضمن برضو الواجبات اللي عليه ناحيه الاطراف الاخرى الموقع فيها العقود. حته تسويق الاستثمار اختلفت جامد جدا، عشان كده خدت اولويه من عندنا كمجلس غير طبيعي. يعني لسه من كام يوم كنت قاعد مع الدكتور سعد، فلقيت في حاجه في اداره جديده اتعملت جوه اداره التسويق. اسمها خدمه العملاء والتسويق الداخلي، دي مش موجوده في ادارات التسويق قبل كده في مصر. ايه دورها الرئيسي يا استاذ طارق؟ دورها الرئيسي انك برضو اللي هو اعاده التوظيف الصح لاسم وشعار النادي الاهلي داخليا جوه مصر، وفي نفس الوقت انت النهارده بتشتغل بالمفهوم المفهوم اللي هو تقديم خدمه. حضرتك بتشتغل اللي هو شغل الريتيل، ده بيختلف ازاي تقدم الخدمه صح. خدمه عملاء حضرتك بيبقى المفاهيم مختلفه مطلقا عن الشغل اللي هو المتعارف عليه، لان النهارده بتتعامل مع اطراف كثيره جدا، بتتعامل في حاجات تسويقيه حقوق تم ابتكارها، فالملفات دي بتاخد عنايه. هل هنا حضرتك تقصد ان النادي عايز يصل بالخدمه اللي بيقدمها على كافه المستويات سواء لاعضائه او لاي اطراف بيتعاقد معها او يدخل معاهم في علاقه عمل من خارج النادي الى اعلى مستوى من الخدمه بيقدم من اعلى شركات في القطاع الخاص في المجال ده؟ بالزبط. عايزين توصلوا لنفس الجوده دي بالظبط، اللي هو الطريقه الحلفيه. بص حضرتك احنا ما بنلعبش انتخابات. يعني احنا الجمعيه العموميه اولادنا ثقتها بنشتغل في النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي مش النهارده ولا بكره، النادي الاهلي على اللونج تيرم. انما مش عشان ارضاء حاجات فرقعات معينه لأغراض شخصيه او دعايه اطلاقا، ويمكن او حاجات ممكن في حاجات ممكن تتعمل تضر النادي على المستقبل البعيد، وممكن في المدى القصير تعمل فرقعات وي. المجلس الموجود الحالي عكس الناس دايما بانكم رغم مطالبتنا ومطالبه كل وسائل الاعلام في مصر بظهور اعضاء مجلس الاداره في وسائل الاعلام واولهم كابتن محمود الخطيب، الا ان يعني دايما اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي مقلين في الظهور اعلاميا لانهم مش من انصار الدعايه لنفسهم، بيحاولوا ان سياسات العمل هي اللي تعلن عما تم انجازه. يعني عشان كده احنا الدعوه تنسيق مع مجلس الاداره، وبصعوبه قدرنا نصل لهذا الاتفاق. قبل ما اسمع رد حضرتك او تعليق حضرتك مع النادي الاهلي سياده المستشار اسامه قنديل. سياده المستشار اسامه قنديل مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بيسلم عليك المستشار اسامه قنديل. ازيك يا استاذ المستشار؟ احنا سعداء بمشاركتك معنا طبعا سيادة المستشار، وعايزين نسمع رأيك في سياسات العمل اللي حضرتك طبعا بحكم علاقتك بالأستاذ طارق وبحكم حبك وانتمائك للنادي الأهلي على مدار سنوات طويلة طبعا متابع انها بتتم، خطوات التطوير اللي بيعمل عليها مجلس الإدارة الحالي، حضرتك شايفها ازاي؟ طبعا الحقيقة في البداية بصراحة حضرتك محمد وراحل طارق قنديل، وطبعا الحقيقه نفس الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي غني عن التعريف وغني عن الكلام عنهم، ونفس السياسات السابقه من ايام كابتن حسن وابو كابتن الراحل العظيم اللي هو الطالب الكبير، السياسات القائمه على الهدوء على العمل المؤسسي على عدم دغدغه او دغدغه المشاعر او عواطف الاهليه، يشتغل دايما فيما هو صالح النادي الاهلي وبس، فيما يراه صالح الرياضه المصريه، ومعروف
ده امتداد لتلك الطبقه برغم كل ما يعني حدث من محاولات على الازمات او على المركز او الشهور الماضيه، لكن المجلس ثابت، المجلس بيشتغل ان شاء الله. يعني اعضاء النادي الاهلي بيشعروا بحجم العمل حاليا، وان شاء الله الجمهور برضه هيل باذن الله خصوصا جدا تقدم في مستوى الفريق الاول لكره القدم ومستوى الرياضه عموما في النادي الاهلي ان شاء الله. نعم تقدر تقول هي سياسه هادئه مؤسسيه قائمه على العمل الموضوعي، فيها عمل ممهد. وراي حضرتك ايه كمان سياده المستشار، باعتبار طبعا انك من اصحاب الخبرات بالنادي الاهلي، عضو منذ عام 1980، مستشار قانوني في ظل مجلس الاداره السابق للنادي الاهلي، شايف ازاي التصريحات اللي دايما بتؤكد عليها المجالس المتعاقبه واللي اكد عليها اكتر من مره الكابتن محمود الخطيب خلال الانتخابات الاخيره لمجلس الاداره، وقال ان كل مجلس بيجي يكمل ويبني طوبه على ما تم انجازه في المراحل السابقه، وان سياسات النادي الاهلي ومجالس الاداره المتعاقبه هي التكامل والتواصل واستكمال ما سبق بإنجازات أكتر والسير على نفس النهج من أجل الحفاظ على الاستقرار في النادي الأهلي. رأي حضرتك إيه في الكلام ده؟ أنا موافق عليه جدا، والكلام ده حقيقي، الكلام ده ما هوش عراق، وزي ما قلت لحضرتك المجال كلها من قبل حتى كابتن صالح وحتى المجلس طبعا السابق بنفس المهندس المحترم الأخ محمود طاهر، كان مجلس بناء، مجلس اشتغل ولا احد يمكن مجهوده ولا يستطيع احد ان يمكن مجهود مجلس السابق في الاعمال الانسانيه اللي قام بها. والزمان ان كان هناك نقص تنفيذ المجلس الحالي، وهكذا المجلس الحالي هيكون عنده نقص تنفيذ المجلس اللي بعده اكيد نفس المجلس او غيره طبعا. فهو ده النادي الاهلي، فلذلك النادي الاهلي احنا بنقول عليه ليه مستمر؟ ليه مستقر؟ عنده تطوير تاريخ مجلس النادي الاهلي مفيش من امبارح، النادي الاهلي من زمان والنادي الاهلي قائد كلنا محسنين. اهم حاجه حضرتك بتتمنى تحقيقها في ظل مجلس الاداره الحالي في وجود الاستاذ طارق قنديل لاول مره في مجلس الاداره والمجموعه الحاليه القائمه الحاليه بقياده كابتن محمود الخطيب، ايه اولويات العمل اللي حضرتك بتتمنى انجازها وتحقيقها في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ الحقيقه برضو مزيد من الانشاءات، تطوير الانشاءات، مزيد خدمات الاعضاء، استكمال، وانا لازلت اصر استكمال برضو ما قام به المجلس السابق بكل موضوعيه، وده اللي الكابتن الخطيب قال ما في مناسبه الا الكابتن الخطيب بيبدا الافتتاح او بيبدا الاحتفال بيها بيقول ما انجاز المجلس السابق. فاحنا عايزين مفيش انجاز، مفيش مستطيل، والناس كلها انا شايفهم بيشتغلوا ومش قادر اقول غير ان احنا معاهم ان شاء الله، ان شاء الله يكونوا موفقين. وسعداء جدا بمشاركه حضرتك معانا سياده المستشار اسامه قنديل، المستشار القانوني السابق للنادي الاهلي واحد رموز النادي الاهلي. تعليق حضرتك. هو بس على ان احنا برضو النادي الاهلي الحمد لله كمؤسسه احترافيه وولادها كده، يعني اول مره ما جيت انزل انتخابات على طول كان مشار اسامه قنديل كمشار المجلس كابتن حسن وكابتن محمود خطيب، فقدم استقاله مباشره، اعتذر عن الاستمرار عشان ما يبقاش فيه تضارب مصالح صله قرابه او تداخل مصالح او تضارب مصالح. فطبعا يعني تحرج من وجوده في هذا المنصب في ظل قرابه يعني قرابه درجه اولى مع وساهم في تفكير في تكوين تفكير، وده جزء من فكره ان الكل دايما بيفكر في ان الكيان يبقى ماشي بالشكل الامثل قبل حساباتنا الشخصيه او قبل حسابات يعني الامور الشخصيه، وده المفهوم اللي طول عمرنا احنا بنتكلم فيه كالاهلي فوق الجميع وفوقنا كلنا فوق اي من ابنائه، اي حد من اولاد الاهلي هو مصلحه الاهلي تعلو على مصالح الشخصيه مصالح. طيب هنرجع نكمل كلامنا مع حضرتك عن عمليه التطوير. حضرتك قلت في هيكله لادارات كثيره بافضل شكل يحقق افضل عوائد للنادي واعضائه وجماهيره، وبدات حضرتك بالاشاره الى اداره التسويق، ماذا عن باقي الادارات؟ عارفين ان كان في كمان شغل كتير جدا على مستوى كافه الادارات التنفيذيه. تمام، هكمل حكي اللي هو الجزء المالي والاستثماري اللي هو تطرقنا طبعا ده مهم جدا لاداره التسويق والشغل اللي بتعمله. طبعا لا نغفل عن الدور اللي بيقوم بيه الاستاذ خالد درندلي امين الصندوق، تقريبا شبه مقيم في النادي يعني الحمد لله، وبمفاهيم بيوظف خبراته اللي خدها على مدار عمره في المجالس او في عمله المصرفي. في من الحاجات اللي احنا بنبحث عن دايما عن افضل
دخل يخش النادي الاهلي، افضل استثمارات تتعمل للنادي الاهلي. وده مش معناه احنا مؤسسه غير هادفه للربح، مش معناه ان احنا بنكون فلوس عشان الفلوس دي تخزن او يتم استثمارها كعوائد بس او كلا، لا، عوائد للنادي الاهلي. لان يعني في مقوله دايما احنا عارفينها لرموزنا زمان، يقول لك احنا النادي الاهلي لازم نكسب كتير كفلوس، لازم نكسب اموال وعوائد كتير قوي، ولازم نصرف كتير قوي، لان هو دور الفلوس اللي بتيجي في النادي الاهلي هي للصرف على انشطه الرياضيه وكره القدم، واللي هي عصب، لان زي ما بقول لحضرتك ان النادي الاهلي مش مجرد اعضائه، ده هو جماهيره اللي هي الجزء الرئيسي اللي كونت النادي الاهلي، هي جماهير، واللي التفت وارتبطت بشخصيه النادي الاهلي وزادت مع كل نجاح بيحققه، حتى لو هي مش موجوده في المدرج على فكره. هي جماهير النادي الاهلي هي دي الشريك الرئيسي للنادي الاهلي باداراته بكيانه بكل حاجه. يعني مع احترامي ضيق مع طبعا الجمعيه العموميه العضو الاصيل وي وي، وجماهير النادي الاهلي هي دي اللي كونت اسمه، هي الحافظه، هي حاميه النادي الاهلي. واللي كونت حجم هذا الكيان طبعًا الناجح طبعا. نعم. وده مرتبط بالنجاحات اللي حضرتك بتقول المجلس حريص على الابقاء عليها وزيادتها. فكان من بالظبط، فاي عوائد او استثمارات ماليه هدفها في النهايه هو الاعضاء واسعاد جماهير النادي الاهلي. فعشان كده الفتره اللي فاتت باكبر قدر ممكن حاولنا نوجد اساليب كتيره قوي للاستثمار ودخل فلوس. على سبيل المثال خلينا ناخد مثال او اكتر، زي حضرتك برضو في اوائل اجتماعات مجلس الاداره بعد تشكيله المجلس شكل لجنه للادويه، لجنه برئاسه الاستاذ ابراهيم كفراوي. اللجنه دي عملنا شغل كتير جدا، انا موجود فيها يمكن اكتر من 2800 ادويه للنادي، منقسمه بين الشيخ ادويات في الشيخ زايد او ادويات في النادي كله كجزيره بكافه الافرع بكافه افرع. فلك ان تتخيل، وبعدين بمقاييس جديده، يعني حضرتك في لجنه مقابله شخصيه بتتعمل، اللي هو بتنتقي كمان الحمد لله العضو اللي يليق بالنادي الاهلي، اللي هو يعني اللي بيحافظ على اديبيات النادي والمسيره الذاتيه بتاعته مع الالتزام بالضبط كمان مناسب للشكل والنسق العام للنادي الاهلي. يعني من ضمن الحاجات واحنا بنتكلم بنتاكد مثلا نطمن ان هو يقبل الاخر تصرف، يعني حاجات كتيره قوي اللي هي تليق بالنادي الاهلي، انه ما يسببش ازعاج لحد، ما لا يؤذي باقي الاعضاء ويقبلوه، يعني يتقبلوه. خلال الفتره دي اكتر من 2800 عضويه داخل. كان في عفوا كمان فكر حضرتك بيه، اكيد حضرتك كمان حابب تتكلم عنه، ولكن في التوقيت ده هو مرتبط بكلامك استاذ طارق دلوقتي، انكم عملتوا اعلنا ده في قناه الاهلي منذ عده اشهر خطوه مهمه جدا، قمتوا بعمليه تسويق وعمليه استفاده باللاعبين اللي ما كانش الجهاز الفني السابق محتاجهم، وعملتوا اتفاقيات تسويقيه واحترافيه وتعاقديه على سبيل حتى الاعاره، جابت عوائد عاليه جدا للنادي في مده لا تزيد عن 6 اشهر. هاجي لحضرتك في الجزء ده في حته الملف الرياضي يعني ازاي بيتدار داخل النادي الاهلي. فحضرتك المحور اللي هو المالي والاستثماري الحمد لله بكل الطرق، حتى فيها جزء يعني ممكن اتكلم عليه في النشاط الرياضي، ممكن تتكلم عليه او في ملف كره القدم، ممكن تتكلم عليه في حته التسويقيه كمان والماليه الاكاديميات. احنا عندنا 11 اكاديميه السنه دي، المفروض داخل على في بين حوالي 6 أو 7 اكاديميات هتتفتح جديده. الشق ده انا بقول لك تاني في حته الملف الكره قال له بعدين، شق الاكاديميات والتوسع فيها، بعد فني وبعد استثماري استثماري. احنا يعني الحمد لله قريب المفترض حصل تجديد العقد مع الاكاديميه للاكاديميه في الكويت، اتجدد لمده 3 سنين ثانيه بثلاث اضعاف القيمه اللي موجوده حاليا. اتعمل عقد جديد في دوله الامارات برضو، الحاجات دي بتفيد جدا سواء جماهير النادي الاهلي المصريين الموجودين في الدول دي، وفي نفس الوقت بتفيد الوطن العربي، علاقتنا العربيه وعلاقتنا حتى على مستوى الوسط، بيديك ابعاد جديده تدخل فيها فالاكاديميات برضو محور كبير من المحاور الناجحه. حضرتك شايف انها ماشيه سياسه ماشيه كويس والحمد لله كابتن محمود الخطيب موليها اهميه من ساعه ما جينا غير طبيعيه، يعني كلف كابتن خالد بيبو بيها، ولسه قريب كان حتى هو كان في مدينه من المدن وبيبحث اقامه، بحيث ان الاكاديميات هتطرق ليها حضرتك دلوقتي في حته اللي هي تواجدها ايه مهم مع حته الملف بتاع الكوره نفسها. عظيم، هنتكلم عنها، لكن هي مرتبطه باللي حضرتك كنت بتقوله من شويه، انه كيف نستفيد
لصالح الاعضاء والجماهير باسم النادي الاهلي ونجاح بالزبط. هذا الاسم وجماهيريته بشكل الامثل بالزبط. ده مرتبط ارتباط مباشر بفكره وقبل ما نخرج حتى الماليه برضو عقد البث يعني يعني العقد البث بقيمته يمكن جماهير النادي الاهلي جزء كبير منها كانوا يتمنوا ان مباراه النادي تذاع على قناه النادي الاهلي على الهواء تذاع على قناه كان الفرق العائد للنادي فرق كبير جدا اللي هو صب في مصلحه النادي اللي انت هتصرف بيه على ملف رياضي وكره قدم وانشاءات وكده في حاله انها لا تذاع بشكل في حاله مباشر. انها لا تذاع كويس ان حضرتك بتوضح النقطه دي ان دي نقطه جدليه في الشارع الرياضي كان بيتكلم عنها فرق كبير جدا اللي هو احنا فضلنا مصلحه النادي فيه في الجزء ده ان هو العائد اللي هيخش النادي اللي هيصرف برضه طيب وهل ده ما يضرش يعني البعد الثاني اللي ممكن حد هو بيسمع حضرتك يساله دلوقتي احنا عندنا تطلعات لقناه الاهلي وقال عنها كابتن الخطيب كمان في الانتخابات بيعكس رؤيته ورؤيه مجلس الاداره ان قال النادي الاهلي ده كيان كبير وده اغنى نادي في مصر وقال هذه المؤسسه بتمنى ان شاء الله انا واعضاء القائمه اللي بتخوض الانتخابات معايا الكلام على لسان كابتن الخطيب ان هذه القناه تصبح افضل قناه رياضيه في مصر وواحده من افضل القنوات في الوطن العربي ده الناس بتبني عليه حسابات كتيره وتطلعات كتيره الا يؤثر هذا البعد الخاص بالحسابات الماليه على مستوى الجوده اللي احنا بنتمنى تحقيقه في القناه مستقبلا ولا ممكن ده يحصل بشكل واحنا بنشر دلوقتي احنا قاعدين في قناه النادي الاهلي التطوير بدا في قناه النادي الاهلي في تطوير كبير بدا وفي في مراحل جايه المفروض المراحل دي قريبه جدا طبعا حضرتك عارف ان في مجلس امناء ومشكل من زملاء من اعضاء مجلس الاداره وبقياده كابتن محمود الخطيب ومتواجدين في القناه في بعض التطويرات اللي حصلت بالفعل. وفي حاجات كتير قوي اللي هي برضو طموحاتنا اعلى من كده بالنسبه لقناه النادي بتجري دراستها حاليا وحتى البعد اللي هو بتاع اذاعه الماتشات على الهواء ان شاء الله بعد كده اكيد هيوجد لها حلول بعد كده بعد المراحل دي اكيد مستقبلا يعني اللي بيحصل ده كمان مرحله حضرتك بتقول للناس ان لسه الفتره اللي هي اللي احنا فيها بعاد البث اللي اتعمل لم يكن ما كانش قدامك غير كده ان ده افضل نتيجه للمرحله افضل الحلول انما تطوير القناه يعني في حاجه بدأناه بالفعل بدا استوديو تحليلي الكابتن سعد عبد الحفيظ وهو يعني من قيادات النادي الاهلي وده النادي الاهلي برضه يعني انا شفت في النادي الاهلي كابتن سعد عبد الحفيظ على الرغم انه ساب اداره الكره وزي اللي قاعد مع كابتن محمد يوسف بالساعات يعرفه كل حاجه جوه جهاز الكره كانه ما زال مع الجهاز الفني ده حب بقى للنادي الاهلي وانت ده النادي الاهلي يعني هنا بس عشان ناخد عنوان منشات للاستاذ طارق اندي حضرتك بتقول لسه عمليه التطوير في القناه بدعم من مجلس الاداره بدات هي بدات بالفعل واعلن لسه عنها في مراحل لكن في مراحل قادمه وانه مستقبلا كمان قضيه اذاعه المباريات على الهواء مباشره بتجري دراستها وفي في العقود اللي بعد كده بقى ان شاء الله لكن في عقد البث اللي هو اللي ده افضل شكل ماليا ده افضل شكل مالي لكن البعد في دماغنا ان احنا طبعا ان لكن إن نوصل لافضل شكل لكن كحلول حاليا مع الفرق اللي كان كبير جدا في العائد لا كان الافضل مصلحه النادي طيب الاهلي دي اتضحت النقطه دي لكن بشكل عام عن القناه حضرتك بتؤكد ان مجلس الاداره حريص على توفير كل الدعم الفني والمالي واللوجستي لها في الفتره الجايه طب. وان عمليه التطوير هتستمر وانها في الاساس دايما بتعتمد على زي جزء من كل الاله الاعلاميه اللي النادي الاهلي شغال فيها انك عندك الموقع تم الاتفاق قريب كان بيتعمل مزايده مع شركه تتولى تطوير الموقع عندك السوشيال ميديا يمكن صفحه النادي الاهلي على الفيسبوك اكتر من حوالي وصلت لحوالي 20 مليون تقريبا 20 مليون متابع على تويتر في 3 مليون وحاجه على 12 مليون الرقم بيقولوا لي زملائي 12 مليون جمعت كله مع يعني التواصل التوسع في فكره في التواصل اعلاميا مع جماهير النادي بالظبط وان الاعلام بتاع النادي الاهلي ان شاء الله هيليق بالنادي الاهلي بس حضرتك هو التقنيات الجديده احنا اسرع الحمد لله ان احنا نصل اليها ونستخدمها ان شاء الله هيحصل ان شاء الله نشهد ده على وتاتي تباعا مراحل اكثر من التطوير بيعد بيها يعني معبرا عن نفسه وموقفه وموقف مجلس الاداره بشكل عام قياده كابتن محمود الخطيب زي ما بقول لك عن تطوير حته حتى واحنا بنتكلم في الحاجات دي احنا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وجزء من جماهيره وجمهوره في نفس الوقت ومحبيه فالحمد لله كلنا هنتوقف مع تقرير بنستمع من خلاله لبعض الاراء اراء كوادر متميزه جدا من داخل النادي الاهلي تتحدث عن عضو مجلس الاداره الاستاذ طارق قنديل طارق بالنسبة
بالنسبه لي يعني حاجه كبيره جدا، لانه طارق بيحب النادي الاهلي جدا، ومن قبل ما يكون عضو مجلس اداره هو مرتبط بالنادي الاهلي، وارتباطه كل يوم عن الثاني بيزيد. وجوده معانا طبعا كذا سفريه في بالنسبه للنادي في المباريات الافريقيه، انت ما بتبقى مع حد قريب غير ان بيبقى بعيد، فتجد الالتزام، تجد التشجيع، تجد الاحترام، تجد ان هو بيبقى عارف دوره راجل قاعد ومجلس اداره، بيبقى عارف نظامه ايه، بيراقب الناس من غير ما يضايق حد، ما تحسش ان هو موجود، لكن في نفس الوقت هو فاهم شغله وبيحب شغله، وهو بيحب النادي الاهلي عشان هو طول عمره من قبل قاعده مجلس اداره هو طارق دايما بيحب النادي الاهلي وبيحب عمله. الاستاذ طارق اولا هو يعتبر بيخدم النادي جدا من زمان جدا، يمكن من حوالي يمكن ازيد من 10 15 سنه. الاستاذ طارق انديل كان عضو اساسي من لجنه تنميه موارد النادي قبل ما يتشرف ويبقى احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. الكلام ده من فتره كبيره جدا، كان بيتواجد ضمن اللجنه ازاي ننمي موارد النادي، كانت ساعتها ظروف الماليه للنادي يعني ضئيله جدا، يعني ماشي بنمشي الحال بمعنى اصح، ازاي احنا بنعمل ودائع في البنوك بحكم ان هو وظيفته في البنك اللي بيعمل بيه، فطبعا كان بيفيد النادي جدا في هذا المجال. بعد كده هو تولى منصب عضو مجلس اداره في النادي الاهلي من اول يوم ضمن عائله النادي الاهلي، ان هو تولى ان هو احد اعضاء لجنه الشؤون العضويه. رئيس البعثة بيجي بيبقى موجوده من أول ما بنتحرك من القاهرة طيراننا وإحنا ماشيين، وصل بعدين بيمثل النادي الأهلي. عارف الكلام اللي يقوله إيه والكلام اللي ما يقولوش إيه، عارف طريقته مع اللعيبة، هو صديق اللعيبة كلها، لكن بيبقى عارف ان امتى اللي يضحك وامتى ما يضحكش. خلي بالك ده موضوع، ده مش سهل ان انت تغير شخصيتك حسب عملك، فتحس بيه عضو مجلس اداره وقت عدم الشغل تحس بيه ان هو صديق من النادي الاهلي. شخصيه ظريفه جدا وكويس، يعني ممتاز كل حاجه، اراءه ايجابيه، يمكن لان هو بيعمل في مجال البنوك طبعا، دي مدياله اتاحه اسلوب التفاوض كويس جدا سواء مع عملائه او مع اعضاء النادي، اسلوبه كويس جدا في اللجنه اللي هو بيتشرف فيها. يمكن احنا الاثنين، يمكن انا برضك نفس، انا ابن بنوك برضك، فالعمليه انا بحس منه ان هو ابن النادي من زمان، يعني اراؤه يعني مش قادر اوصف لك ازاي، في اسلوب تفاوضه وابتسامته حاجه كويسه جدا، وخاصه ان هو من زمان زي ما انا وضحت ان هو ضمن اعضاء يعني لجنه تنميه موارد النادي، ودي انا بفكره بيها لان فعلا كانت دورها ايجابي جدا في ظل ان احنا مرينا بظروف صعبه ايام الثوره، ويمكن ده كان هو دوره ايجابي فيها يعني. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، تابعنا هذا التقرير واراء مجموعه من نجوم ومن الكوادر المتميزه والناجحه في النادي الاهلي في اداء وفي شخصيه كمان وطبيعه التعامل على الجانب الانساني، ليس فقط كعضو مجلس اداره او كمسؤول في النادي، مع الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره. استاذ طارق، عندنا هنحاول نستفيد باكبر قدر ممكن في الوقت المتبقي من عمر هذا الحوار، وهنسمع اراء حضرتك في نقاط كثيره جدا الناس عايزه تعرف تفاصيل عنها. نتكلم عن امور تتعلق بكره القدم وفرص المنافسه والعوده لكاس العالم للانديه والفوز بالبطوله الافريقيه. هل مجلس الاداره على قناعه تامه ان الامور الفنيه والجهاز الفني ومجموعه اللاعبين الحاليين بتوفر كل ما يحقق تطلعات النادي، ولا في دعم قادم للفريق وللجهاز في الفتره الجايه؟ الاول هبدا بالاجابه على الاخير. احنا طبعا عندنا كلنا ثقه
ان شاء الله مطلقه في الجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله انهم على قد المسؤوليه. تداولنا للكلام ده في مجلس اداره النادي الاهلي وطريقه ادارتنا ليه. من اول جلسه تم تشكيل لجنه كره على اعلى مستوى بيقودها كابتن محمود الخطيب. لجنه الكره دي حساسيه ملف الكره بالذات لها حساسيه مطلقه في النادي الاهلي، اللي ده من اهم الملفات وفي نفس الوقت مرتبط جماهيريا واعضاء وكل حاجه، محبين النادي الاهلي في الوطن العربي، مرتبط بالكيان بشكل عام يعني بشكل كامل يعني. فالملف ده بالذات بيتم التعامل معاه بحرص شديد من قبل جوه النادي. لجنه الكره قامت بقيادة كابتن محمود الخطيب، عملوا اعاده هيكله داخل قطاعات الكره المختلفه. تم ضغط، لو لاحظت حضرتك ان في الكوادر في الفترات اللي فاتت كان عندنا ازمه كوادر جوه النادي. بدا ضغط اللجنه ضغط كوادر جديده جوه النادي، زي كابتن حسام غالي كمنسق عام للكره، وزي كابتن محمد فضل كمدير للتعاقدات، ونفس الكلام انطبق على قطاعات الناشئين، وجود كابتن عادل عبد الرحمن 20 سنه، وجود الكابتن هاني بما يمثله من تاريخ. فكل الكلام دوت حصل في قطاع الكرة وما زال بيحصل. البنية التحتية الرئيسية للنادي الأهلي هو قطاع الناشئين، هو ده النهاردة فيه غلاء غير طبيعي وغلاء رهيب في أسعار اللاعبين. النادي الأهلي بأول بنية تحتية ليه قطاع ناشئين، ده مش معناها ان لو في صفقات النادي محتاجها النادي مش هيجيبها، لا احنا لكن ما يبقاش الاعتماد فقط على صفقات من الخارج. بالظبط، انما السياسه اللي مبنيه ان انت بتبني بنيه تحتيه للنادي الاهلي. هل ده معناه ان في قطاع تركيز بشكل كبير يا استاذ طارق هيقول يعني بيقول ان خطوات التطوير والنهوض بالقطاع في الفتره الجايه هتبقى بترتكز على اهداف تتحقق او بتصل لاهداف انها تنقل مستوى القطاع ده نقله ثانيه خالص، وهو ده فعلا وهو ده اللي بيحصل حاليا. وده برضو تاني عشان ما يؤولش الكلام ان احنا بس الناشئين، لا الناشئين اللي هو المفروض هيقوم عليها النادي الاهلي، وده القطاع ده لو مدعم جامد جدا بكوادر وبي بكل اساليب الاداره المحترفه والتدريب موجوده في النادي الاهلي، خصوصا انت النادي الاهلي اللي هو الحمد لله معظم الكل اللي بيلعبوا في مصر يتمنوا وهم صغيرين يلعبوا في النادي الاهلي اكيد. والجزء الثاني المتعلق بالناشئين برضو اللي هو الاكاديميات اللي كنا بنتكلم عليه، لان الاكاديميات هي نوال الناشئين، لكن الكره لها الصلاحيه المطلقه في اداره الملف ده، والحمد لله بيتم التعامل معاه. ده امل النادي الاهلي ان شاء الله في حاجات كتيره كامل جمهوره عندنا اطمئنان كامل للخطوات اللي بتقوم بيها. طيب هتشارك معانا على الهاتف الدكتوره رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا دكتوره رانيا. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي وسعداء بمشاركه حضرتك معانا، اهلا وسهلا. وضيفنا طبعا الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا زميلي العزيز ومشرف الشاشه، ومبروك الانطلاقه الجديده للقناه. الله يبارك في حضرتك وفي مجلس الاداره كله، سعداء بمشاركتكم معانا طبعا وظهوركم ان شاء الله في الفتره الجايه على شاشه القناه من اجل التواصل مع جماهير القناه وجماهير النادي في كل مكان، وانهم يسمعوا ارائكم في كل الاتجاهات ان شاء الله يا دكتوره رانيا. عندنا ثلاث محاور رئيسيه عايزين نعرف راي حضرتك سريعا فيها. اولا قناه النادي الاهلي، التطوير كنا لسه بنتكلم عنه مع الاستاذ طارق، وبيقول انه امر من اولويات عمل مجلس الاداره الحالي، ان فيه اهتمام كبير بالنهوض بشؤون القناه في الفتره الجايه، يا ريت نسمع راي حضرتك. تمام، الحمد لله. الحقيقه انا يمكن يعني حضرت بعض الاجتماعات لشركه الاهلي للانتاج الاعلاني، وكان من الاولويات او من اولويه مجلس الامناء هو تغيير القناه تغيير شامل. البدايه النهارده دي بدايه بسيطه، ولكن هيكون في بعد كده حاجات اكتر شويه. احنا هنطلع بقناه اتش دي، وهيبقى في خريطه جديده جدا اكبر من كده واقوى من كده ان شاء الله. انتوا البدايه ان شاء الله المشرفه، ربنا يخليك. بعد كده على اخر السنه هيكون في خريطه كامله، بيشاركنا في ده ناس متخصصه جدا في الاعلام، بحيث ان احنا ننافس القنوات الرياضيه، ونبقى يعني نادي الاهلي قناه من القنوات المتقدمه، ويبقى فعلا متابعين القناه اللي هم اصلا متابعين ملتزمين، ولكن عايزينهم يكونوا فخورين ان شاء الله. يعني هنا حضرتك بتتفقي مع الاستاذ طارق ان دي رؤيه مجلس الاداره باكمله، ان التطوير بيتم وبيجري على مراحل قادمه، وهيكون مرضي لكل المحبين للنادي الاهلي وللقناه ان شاء الله. الخطوات القانونيه والخطوات الفنيه يعني اوريدي ابتدينا ناخد الخطوات دي، يعني مفيش حاجه ان شاء الله متاخره، ولكن ماشيه في الريتم اللي المفروض تمشي بيه الفتره اللي جايه، اللي هو التدريج في التطور، لان لازم كل حاجه تمشي متوازيه، الانشاءات في النادي والتطور اللي موجود في الاجهزه الفنيه، وتطور المجهود اللي موجود في انشاءات النادي والاسوار والحقوق الرعايه، كل ده بيمشي متوازي. ف
بالتالي محتاجين يكون في تدرج في كل حاجه. اداء الاستاذ طارق قنديل كعضو من اعضاء مجلس الاداره لاول مره ضمن مجلس اداره النادي الاهلي، عايز اسمع كلمه من الدكتوره رانيا عنوالي عن اداء الدكتور طارق وعن التعامل مع الدكتور الاستاذ طارق قنديل على المستويين، مستوى المسؤول في مجلس الاداره والزميل في العمل وعلى المستوى الاجتماعي والانساني. الحقيقه متشرف جدا، ولكن يمكن قبل مجلس الاداره كمان الاداء خلال الفتره الانتخابيه الحقيقه يعني اكثر من اخ وصديق، وقفنا مع بعض في محن كتير عدينا بيها ومواقف كتير كانت محتاجه ان احنا نكون فريق واحد، وده اللي حصل. بالتالي لما دخلنا مجلس الاداره كان اولا انا محظوظه جدا ان احنا قاعدين جنب بعض في المجلس، فساعات كتير ليا الشرف يا دكتور طارق بيضحك دلوقتي ليا الشرف كتير جدا ممكن يفوتني حاجه غشتها منه بسرعه على ما بيقول لي الشرف يا دكتوره رانيا، بيقول يعني الاستاذ طارق بيقول انه بيتشرف بزمالتك في المجلس. طبعا والحاجه الحلوه ان احنا استمرينا بنفس الروح في مجلس الاداره، ان احنا كلنا مترابطين وكلنا بنحاول نساعد بعض، لنقصوا حاجه بنكملها. في ناس يمكن كانوا موجودين قبل كده ومتعودين على بعض في المجلس، وفي ناس الروح الجديده اللي دخلت انا حاسه انهم عملوا اثراء كبير جدا للمجلس، وساعات بينظروا الامور بطريقه مختلفه بتخلينا احنا نفكر بطريقه مختلفه برضه. اخيرا دكتوره رانيا علواني، هل الامور ماشيه؟ اداء مشرف جدا، و يعني انا بشكره على مجهوده، خاصه كمان لو كنت حضرتك عارف ان كان في لجان متخصصه، هو كان في بعض اللجان اللي كانت مضطره، لجنه العضويه اللي على ما اتذكر يا استاذ طارق، العضويات الجديده اللي دخلت النادي انا فاكره ما كانوش بيروحوا، كانوا بيقعدوا لحد الساعه 2 و3 الفجر في النادي لاختيار افضل العناصر اللي تتناسب مع مبادئ النادي الاهلي وتبقى داخل هذا النسق العام للنادي الاهلي. كان في دايما في تشكيل اللجان كان بيبقى فيه كل الناس الماليه او اللي فيهم علاقه بالماليات مع بعض، زي استاذ طارق، استاذ خالد جرندلي، برضو استاذ ابراهيم الكفراوي، فكان عندنا دايما تيم ماليا حاسين ان احنا يعني لينا ظهر مالي كويس جدا، فبنشكره على المجهود. موفقين يا دكتوره موفقين. وسؤال اخير مرتبط باداء طبعا مجلس اداره بما فيه الاستاذ طارق قنديل، مجلس اداره الحالي باكمله بقياده الكابتن محمود الخطيب، هل تقييمكم الحالي يا دكتوره ان الامور ماشيه بشكل جيد ووفق البرنامج الموضوع كخطوات والبرنامج الزمني والمالي لعمليات التطوير في كل الاتجاهات؟ هل راضيين عن نتائج العمل حتى الان؟ المجموعه دي عمرها ما هتكون راضيه، لان احنا دايما عايزين نوصل لاحسن، فبالتالي احنا الخطه اللي حطيناها قبل الانتخابات ماشيين في الخطه، مع ان كان في عقبات كتير في الفتره الاولانيه، حاجات ممكن ما كناش متوقعينها، في حاجات ما كناش لامسينها في النادي. الحقيقه كل مشكله اتوجد لها حلول، لكن التطور اللي حاصل او اللي الناس هتبتدي تشوفه في اخر السنه ان شاء الله من الانشاءات ومن الاجهزه الفنيه بتاعت الفرق الرياضيه، ومن يعني احنا بنفكر كمجلس اداره ان كره القدم مش هي بس الحاجه الوحيده اللي احنا لازم نبقى فخورين بيها في النادي، ولكن لازم العضو اللي موجود يقدر يستمتع بالنادي بتاعه، يقدر يحس ان هو يقدر يروح مكان هو حابب ان هو يقعد فيه هو واسرته، فبالتالي الانشاءات وخدمه الاعضاء كانت برضو جزء مهم، وان كل عضو اللي هي اسره النادي الاهلي او برنامج عائله النادي الاهلي ينفذ فعلا، والحمد لله ان احنا بنشتغل على كل ده. يعني بشكرك شكرا جزيلا. لا يعني هو طبعا محاوله او طلب الافضل والطموح ده امر محمود ومطلوب، خصوصا لما بنتكلم عن مجلس الاداره والمسؤولين في كيان كبير وكيان عريق زي النادي الاهلي. بنسعد بمشاركتكم معنا دايما، يعني سعداء جدا بمشاركه حضرتك معنا دكتوره رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي، امنياتنا كثيره جدا وعندنا ثقه في حضراتكم اللي تقدروا تحققوا للنادي وللقناه في الفتره الجايه، وان شاء الله كمان نسعد بوجودك معنا قريبا على شاشه قناه الاهلي. بشكرك يا دكتوره رانيا، شكرا. توقف مع الفاصل الاستاذ طارق قنديل تعليق على الكلام الرائع طبعا في المجلس بالدكتوره رانيا، يعني انا مكاني جنبها في جلسات المجلس، واكثر من داعم لينا سواء ايام الانتخابات او والمجلس شغال بخبراتها المتنوعه، يعني حاجه تشرف النادي الاهلي للامانه. نرجع نكمل كلامنا عن ملف تمام ملف كرة القدم، فاحنا بنطمن الحمد لله لان احنا اهلاويه زي جمهور، فان شاء الله الناس ما تقلقش، في لجنه كوره ان شاء الله شغاله كويس جدا، في اهتمام على طول بإضافة كل ما يحتاج اليه الفريق، وزي ما بقول حضرتك الملف فيه حساسيه مطلقه، اللي هو كمان ايه يعني ده من اهم الملفات الحيويه داخل النادي. وقبل ما نبدا اللقاء حضرتك قلت لي انه اصطلح واتفق مجلس الاداره الحالي على ان من يتولى اداره هذا الملف بشكل اكثر تخصصا هو لا
لجنه الكره في النادي بالظبط ممكن اللي هي كابتن محمود الخطيب طبعا في الجزء الثاني المحور الرياضي اللي هي الانشطه الرياضيه اتعمل اللي هي في ما عدا الكوره يعني غير كره القدم اتعمل هيكله لكل القطاعات النشاط الرياضي التدعيم حصل يعني في فرق مش محتاجه تدعيم نعم. يعني لو في حاجه الطايره رجال وسيدات خدوا كل البطولات فمش محتاجه هنتكلم عن ده كمان بالتفصيل بالنشاط الرياضي بس نبقى قليلا مع كره القدم حضرتك بتقول مجلس الاداره الحالي ولجنه القرى مطمئنين الى الوضع الحالي للفريق ومسار الفريق حاليا طبعا والقادم افضل كمان ان شاء الله والقادم افضل واهم حد في المنظومه اللي هو كلنا قانعين بيه هو جمهور كابتن محمود الجمهور وكابتن محمود وكابتن الخطيب والخبرات الموجوده في النادي حد بيقول الجمهور بيبتسم لان هو بيعتبر نفسه نعم. هو ده الحمد لله يعني اسم كابتن محمود الخطيب هو من جمهور النادي الاهلي هنرجع نكمل كلامنا بس لابد ان نتوقف الان مشاهدينا مع فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لاستكمال الحوار اهلا بحضراتكم مره ثانيه ما زلنا معكم من خلال اولى حلقات برنامج الاهلي ليله اللي هنلتقي مع حضراتكم من خلاله على مدار ايام الاسبوع وبنسعد باللقاء مع حضراتكم في اولى حلقات هذا البرنامج بنجدد الترحيب بعضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق انديل وفي الوقت القليل المتبقي احنا حريصين نسمع وجهه نظر حضرتك في عدد من النقاط المهمه جدا تعليق اخير بس بنفكر حضراتكم بامر كان حريص على ان يصل او تصل هذه الرساله للجماهير ومشاهدي القناه واعضاء النادي استاذ طارق بيقول ان اهتمام مجلس الاداره وتركيزه على تطوير قطاع الناشئين والنهوض بهذا القطاع المهم فنيا واستثماريا وتسويقيا لا يغني عن اهتمام النادي الاهلي طبعا باختيار دائما ابدا افضل العناصر اللي بتضيف لقدرته على المنافسه وعلى التفوق كرويا وفي كافه اللعبات بعيدا عن طبعا الاهتمام بقطاع الناشئين وانه لا تعارض بين هذا وذاك كان مهم ان طبعاً نفكر طبعا واي صفقات بيقررها الجهاز الفني او لجنه الكوره حريص عليها النادي طبعاً ومستمر طبعاً في هذا الاتجاه ده ما يغنيش ده بالتوازي يعني مع قطاع البنيه التحتيه للنادي الاهلي كقطاع ناشئين النادي الاهلي ان شاء الله يكون نواليه معاها برضو ان لو في اي صفقات محتاجها النادي الاهلي ونطمن تاني وتالت الجمهور اللي هو اهم حاجه في منظومه كره القدم هو جمهور النادي الاهلي جميل ان شاء الله احنا اهلاويه انا هطلب من حضرتك طلب صعب جدا لان زملائنا منضبطين جدا في توزيع الفقرات وفي جدول العمل المزدحم لهذه الحلقه وسعداء بان يكون فقرتها الرئيسيه حته الجمهور دي حضرتك خلينا الاول لجنه المباراه عندنا بالظبط خمس عناوين هترك حضرتك او لا اترك لك المجال تتكلم عنهم بحريه تامه في الدقائق المتبقيه عندنا عدد من النقاط اللي تشغل اذهان الكثيرين لجنه الجماهير وعوده الجماهير المنافذ الانشاءات والجانب الخدمي طبعا اللي بيشمل المنافذ وصندوق العاملين لائحه النظام الاساسي والتطوير في مجال الانشاءات الكلمه وحضرتك افضل اهم حاجه في منظومه كره القدم النادي الاهلي جماهيره بعد مباراه مونانا والاحداث اللي حصل فيها اللي هي لغايه مباراه مونانا كان شغل الشاغل لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب ان الجماهير الاهلي ترجع المدرجات حدث ما حدث في مباراه مونانا في القاهره تلاه على طول الكابتن محمود الخطيب والمجلس تم تشكيل لجنة الجماهير اللي هي أهمها إعادة الجماهير للمباريات بقيادة الأستاذ خالد المرتجي وأشرف أنا معاه في اللجنة أنا والدكتور محمد سراج والدكتور مهند اللجنة دي عملنا اجتماعات كتيرة وتواصلنا تم توقيع عقد مع كبرى الشركات المتخصصة في مجال الأمن الغرض الرئيسي اللي احنا بنعمله تفعيل أكبر لبطاقة الجمهور احنا عايزين نوصل لمرحلة والكلام ده واحنا كان في اجتماعنا مع السيد وزير الشباب والرياضه تداولنا نفس المفهوم عايزين نوصل ان مفيش تذكره ورقيه الديجيتال النظام الرقمي ان هو اللي يطبق في كده فعمالين قاعده البيانات اللي هي تمكن جماهير النادي الاهلي في بطاقه الجمهور الاكثر من كده ان احنا مؤخرا بنبص على مزايا اضافيه لبطاقه الجمهور نفسها ليكون ليها مزايا تسويقيه للنادي الاهلي ومزايا اخرى وكده هيبقى ديجيتال هيبقى رقمي مستقبلا حجز التذاكر والجوانب دي هتبقى بالظبط بدأنا فعليا في الكلام ده وبقول لحضرتك ان دي غرضها الرئيسي رجوع الجماهير بطريقه تضمن سلامه الجمهور وسلامه المشاهد يعني والحرص على دقه وسهوله التنظيم كمان احنا حريصين على الدوله وعلى البلد وعلى منشاتنا وعلى ارواح الجمهور
وحريصين وعايزين يعني هنا النادي الاهلي من النادي الاهلي زي ما عودنا انه يبقى الرائد في كل الاتجاهات في الرياضه المصريه والعربيه هو هيكون صاحب التجربه الرائده في هذا وعايز اقول لحضرتك الرياضه المصريه كلها محتاجه جمهور النادي الاهلي محتاجه جمهور النادي الاهلي يرجع يملك جميع مدرجات ده جمهور النادي الاهلي كبير. بيعمل حاله في البلد حتى للمنتخبات حاله جميله وهو الجمهور اللي بيروح يشجع المنتخب اكيد اكيد يعني فان شاء الله كل الامور دي هترجع ان شاء الله بالتعاون مع كل الاجهزه المسؤوله الجانب الخدمي المنافذ وصندوق العاملين ما الذي الجانب الخدمي حضرتك احنا عندنا الجزء الخاص تم عمل لجنه منافذ لجنه منافذ موجود فيها برضو معظم اعضاء مجلس الاداره انا متواجد فيها اللجنه دي قامت باعاده صياغه اي عقد بينتهي بيعاد صياغته من جديد مع المنافذ اللي احنا ماجرين لها جوه النادي بحيث مصلحة الأعضاء في غلاء رهيب موجود دي لأول مرة بتفعل في الأندية في مصر ما كانش فيه لجنة اسمها مبادرة أيضا اللجنة دي هي بتتابع العقود نفسها بحيث إن هو يكون الخدمة الأفضل موجودة لعضاء النادي الأهلي وبأسعار تتلائم معنا كنادي أهلي مع أعضاء النادي الأهلي فأضفنا منافذ جديدة يمكن كان عدد المنافذ 8 يوصل السنة دي الضف حوالي 7 منافذ أو 8 منافذ في حاجات لسه في الطريق ان شاء الله هتضاف اخرى بدانا بالجزء بتاع الجزيره عشان دي اللي عقودهم بدات تنتهي اتحط براند تانية حاجات جديده موجوده جوه النادي الاهلي دلوقتي لمجموعه منافذ محلات ليها اسم كبير متواجده في جوه النادي الاهلي بيقاس طبعا المنافذ دي مع لجنه المنافذ مع المدير التنفيذي اللي موجود جوه النادي العميد محمد مرجان كل ده بيبقى الشغل شاغل بيهم خدمه الاعضاء عندنا بيفعل من خلال زملائي في المجلس الاستاذ محمد ضماطي والاستاذ محمد الجارحي موضوع الابلكيشن نفسه الموبايل اللي هو ازاي العضو نعرف تقييم الخدمه عنده ايه حاجات كتيره جدا احنا همنا مع شغل زي نادي مجلس اداره يبقى عنده اليات والاجهزه التنفيذيه يبقى عندها طريقه للسيرفي يعرف من خلاله وده شغلنا اللي هو السباق اللي هو زي ما اتقالت الدكتوره رانيا كلنا دايما مش راضيين عايزين الافضل اللي هو يليق بالنادي الاهلي ان هو يكون النادي اللي بيقود الديجيتال في مصر يكون كم الورق وكم الحاجات اللي هي لا تتلائم مع العصر الحديث جوه النادي الاهلي ما تكونش موجوده ومشيتوا بداتوا خطوات عملنا في اتجاه الابلكيشن الخاص براي الاعضاء وتقييم الخدمات المقدمه وان شاء الله في تطورات كتيره يعني برضو هتحصل قريب في المجالات اكبر من التواصل مع حاجات كتيره جدا في حاجات كتيره في كل انواع الانشطه او الادارات جوه النادي الاهلي طيب عندنا كمان صندوق العاملين صندوق العاملين من الامور طبعا اللي فيه اهتمام كبير بيها فيما يتعلق بالقطاع الخدمي في النادي صندوق العاملين انا شرفت ان مجلس اداره كلفني برئاسه صندوق العاملين للعاملين النادي الاهلي العاملين النادي الاهلي هم جزء اصيل من عائله النادي الاهلي الحمد لله خلال الفتره اللي فاتت قعدنا طولنا وده كان ضروري ان احنا نعمل لائحه تليق بالعاملين بالنادي الاهلي اللائحه دي لما بدانا نشتغل فيها انا رئيس للصندوق ده ومعايا النائب مدير التنفيذي للنادي بحكم وظيفته العميد محمد مرجان وممثلين الادارات المختلفه ومنتخبين من العاملين بالنادي عملنا استبيان واستقصاء ورجعنا للعاملين بحيث اللي هي اللائحه الافضل في بنودها هي اللائحه دي بتتضمن سواء في حالات الجواز اولادهم او في حاجات اي حالات حرجه هم محتاجينها ده خلاف التامين الطبي اللي حاصل لهم اصلا العلاج الطبي اللي موجود جوه النادي الاهلي حاجات متعلقه بخدمات من نوع تاني هتبدا تقدم لهم جوه النادي الاهلي مصايف وغيره حضرتك فاكر ان دي كانت نقطه هجوم حاول البعض يستغلها ايام الانتخابات ان مجلس اداره هو للاهلي هو طلعت بالعكس طلعت هتنتقص من حقوق العاملين ومش هتديهم حقوقهم دي اول حاجه في المجلس وكان ان ده كان كابتن محمود يعني احنا نشكل الصندوق ده من ضمن الحاجات اللي شغلنا شاغل حاليا ان احنا حطينا في اللائحه ايجاد موارد تانية للصندوق بحيث من حاجات مثلا نسبه من الدخل اللي بيخش النادي في حاجات معينه نسبه كده تدخل لصندوق العاملين يعني كابتن الخطيب بحيث ايراداته تبقى جامده حريصين على زياده باكبر شكل ممكن امتيازات العاملين في اللائحه الحمد لله خلال الفتره اللي فاتت تم تجهيزها يبقى ان شاء الله يعني هدخل بيها المكتب التنفيذي ومجلس الاداره وهتكون ان شاء الله بعد موافقتهم لائحه تليق بالعاملين بالنادي الاهلي سواء في مكافئات نهايه الخدمه او حالات المعاش غيره وغيره هيجدوا اشياء وامتيازات مرضيه امتيازات متنوعه بحيث ان يتبقى دائما هو النادي الاهلي اعلى من اي شخص بالنسبه للعاملين نفسهم طيب. يعني ما بقاش حاجه اسمها ايه لا يعني زي حاجات بسيطه كده في رمضان مثلا لا في رمضان لو في حاجات معينه عينيه لا صندوق العاملين بتاعهم اللي يقدمها في حاجات كتيره قوي ان شاء الله
المفروض بعد ما يعني في الحسابات الخاصه بالعمل موجود اللائحه ان شاء الله، بس ان احنا نبدا نعتمدها من مجلس الوزراء. اخيرا تعليق اخير من حضرتك على لائحه النظام الاساسي، لان وقتنا بينتهي بالفعل، لكن احنا شغل الشاغل من مجلس اداره النادي الاهلي لائحه النظام الاساسي، ان لازم تكون في لائحه تليق بالنادي الاهلي. الاجتماعات مستمره، وانا اشرف ان انا عضو في اللجنه دي، وعلى راسها المشار محمود فهمي، وموجود الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي وله جهد فيها برضه. كابتن محمود الخطيب حضر بعض الجلسات، كل الجلسات، كل الجلسات حضر. يعني ده احنا بالنسبه لينا اللائحه دي هي دستور النادي الاهلي. احنا بنتعامل مع النادي الاهلي في اللائحه دي ان احنا لازم يكون عندنا فيجن وميشن، في رساله للنادي الاهلي لازم تبقى واضحه لكل الاجيال الجايه، في سواء رساله او في هدف كبير دايما احنا ماشيين عليه. فده دستور النادي الاهلي. ان شاء الله هينتهي اللجنه من على اساس الدستور ده بتتم صياغه كل القرارات اللي بتنظم، وفي خارطه الطريق لبدايه تكمله المشوار. انا كنت اتمنى، اولا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، كنت اتمنى ان يتسع الوقت للمزيد، لكن حاولنا وارهقناك معانا باننا نسمع وجهات نظرك ووجهات نظر مجلس الاداره بقياده كابتن خطيب في كل الامور اللي بتشغل الراي العام، سواء اعضاء النادي، اعضاء الجمعيه العموميه، او العاملين، او الجماهير، او المحبين للنادي، وايضا متابعي ومحبي قناه الاهلي في كل مكان. بختتم مع حضرتك الحوار باني اعلم ان لك قول ماثور حضرتك على قناعه تامه به، متعلق بفلسفه القياده وفلسفه الاداره في اي مكان. ده ما كنا بندردش، اللي هو دايما متعلقه بالليدرشيب، يعني هو جزء من هي مقوله امريكيه اعتقد، يعني ترجمتها اللي هو دايما وانت يعني كلنا بناخد قرارات في كل حاجه في حياتنا على فكره، اي حد اللي مش صاحب حتى مسؤوليه هو بياخد قرار في اي حاجه، فكلنا بناخد قرارات. اللي هو دايما وانت في مكان المسؤوليه اللي هو في دعاء كده، اللهم امنحني القدره القوه لتغيير ما يجب تغييره، وامنحني القدره على تحمل ما لا يمكن تغييره، وامنحني الحكمه للتفريق بينهما. لان وانت بتاخد قرار في حاجات دي لازم تتغير، وفي حاجات لازم تتعايش، مع حل او بديل، الحكمه بقى للتفريق بين النوعين دول. ده كان كلام جميل، او وحضرتك مقتنع بده فلسفتك في العمل، يعني ده جزء من فكرنا المفروض، من شخصيه كمان استاذ طارق. نتمنى لك التوفيق حضرتك وكل القائمين على امور النادي ومجلس الاداره باكمله بقياده كابتن محمود الخطيب، موفقين في كافه المهام الموكله اليكم والملقاه عليكم في هذه المرحله وهي كثيره بالتاكيد. اسعدتنا بوجودك معنا يا استاذ طارق في اول يوم واول انطلاقه في الشكل الجديد لقناه الاهلي، واولى حلقات برنامج الاهلي الليله، اتشرفنا بوجود حضرتك معنا النهارده. دايما الاهلي ان شاء الله في تطور وفي تقدم، ودايما هو الاول في الشرق الاوسط ان شاء الله. باعضائه وجماهيره اللي ماليه العالم كله ان شاء الله. ان شاء الله دايما، ومن نجاح الى نجاح ان شاء الله. شكرا جزيلا. في نهايه هذا الحوار بشكر عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل، وحضراتكم بشكر حضراتكم على متابعه هذا الحوار، وفقراتنا مستمره، ابقوا معنا. هنتقل سريعا الى زميلي العزيز امير هشام.